اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكون الاخوان في احسن الاحوال يا ربي. مده هادي الاخوان غبنا عليكم، مده ندرنا لكم شي فيديو بحال هكا في الطبيعه. كان جاب صار الاخوان في طرف وصح هادشي ماك. واحد العشاء الاخوان ديال العصفور عنده هنايا، عندو العشاء في هاد الشجرة هادي. دابا طار منا الاخوان، ديرو في هاد القليظة هادي، هي معرفتش واش غنشوفو ولا ما يبانليش. المهم غنحاولو نشوفو هي هنايا. هاد السيمانة الاخوان تبارك الله كانت الشتا، اليوم اصبح الجو مزاون الاخوان. انا ما شاء الله الطوابع، اللهم بارك. العيش ديالو ما باليش الاخوان صراحه، خلي حتى نكونو راجعين الاخوان ونصور لكم ان شاء الله. كيف ما العاده الاخوان ما تنساوش تتفاعلوا معنا، خلي معاك شي جيم شي كومونتير. نضربوا الاخوان واحد الدويره لواحد البلاصه هنايا فيها الفراخ ديال طائر الحسون. نمشيو نشوفو الاخوان واش كاين ما يدار هنايا ولا ما كايناش. انا ما شاء الله شو الطوابع طاب، خضر العوينتك اخايبي. انا اللهم بارك. قالت لي الاخوان دابا واحد القطعة د الواد، غنقطع هاد الواد هذا الاخوان، نبقاو معايا الاخوان. شوفوا معايا الاخوان واحد الفريخات ديال القوبع. انتم ما شاء الله سبحان الله. الله الاخوان ما كنت شايفهم، جيت ندير واحد المصايبه هنايا حتى مكلت عيني سبحان الله. ربي بغا ينجيهم، يعني كنت نقدر نعسف عليهم ولا شي حاجه. شحال عنده هنايا؟ عنده 4 وبقى بيضا الاخوان. ها جوج هاهمايا، ها واحد راه الاخر حداه، وها جوج هاهما من هنايا. ما شاء الله اللهم بارك. المهم الاخوان هذا راه عوج ديال القوبة، ما عرفتش شنو كتسميوه نتوما في المنطقة ديالكم. ما شاء الله اللهم بارك. شو الشكل ديالو؟ مساكن جات شارقة فيهم الشمس هنايا بزاف. نحاول نطرق عليهم الاخوان شويه ديال الدخشيش. هادي راه نطرق عليهم شويه. شوف سبحان الله الشكل ديالهم كي داير. اول مره الاخوان نشوف روخ هاد القوبة، اول مره حياتي. شوف قرب حداهم يصحاب الله مهم جات لعند. شوف الشكل ديالهم سبحان الله كي داير.